ريا وسكينه في الاقصر، امراه وسيدتها او بنتها الاثنين يتخلصون من طفله صغيره، طفله الحلق بقريه الزنيه جبلي. يمكن تمكن مديريه امن الاقصر من اسدال الستار والوصول وكشف حل اللغز. متابعي بوابه فيتو من مدينه الاقصر، معكم عصام العماري على الهواء مباشره، نرصد لكم تفاصيل الحادث والجريمه التي هزت محافظه الاقصر يعني خاصة والصعيد عامة. يمكن البداية اليوم الاثنين الماضي من الأسبوع الجاري، عندما عثر الأهالي على جثة طفلة 6 سنوات، بتبلغ من العمر طبعا 6 سنوات، اسمها جودي مصطفى عبد الرسول من قرية الزنية جبلي. طبعا وجدوها في على مقربة من الشارع الخلفي لمنزلها في الزنية جبلي، داخل شوال في زبالة ومخلفات قمامة. طبعا كان تعرضت لكدمات، وكان حلقها الذهبي مش موجود في ودنها. يمكن هنا كان طرف خيط كانت بعدت عنه ضباط مديرية مباحث أمن الأقصر، المباحث الجنائية وقسم شرطة طيبة، حول الوصول إلى الجاني في حول الواقع، واللي تبين إن السيدة بتبلغ من العمر 40 سنة، وابنتها الكبيرة أيضا السيدة دي مطلقة، وابنتها الكبيرة المطلقة عندها 22 سنة، وابنتها الصغيرة ودي اللي لها دور مهم في تنفيذ الجريمة واللي عندها 11 سنة. البداية طبعا لما كانوا بيتوا النية، وان دي كانت صاحبة بنتها الصغيرة، وكانوا بيتوا النية على قتلها عمدا عشان ياخدوا حلقها الذهب اللي باعوه ب 2950 جنيه في نفس يوم اللي ارتكبوا فيه الحادث. طبعا قالوا لبنتهم الصغيرة انها هتروح تجيب جودي من البيت بتاعها عشان وتقول احنا رايحين نشتري حاجة من السوبر ماركت، ولكن جودي بدل ما الطفله تاخد جودي وتروح السوبر ماركت، دخلتها البيت بتاعهم، وعلى طول كانت الام طبعا مستنياها واختها الكبيره مستنياها، وقعوها على الارض وقاموا بالانهال عليها بالضرب. وجاءت الاخت الكبيره للطفله بفوطه مبلوله وسرعان ما كتمت انفاسها في الحال، وجاءت الام بشد ونزع الحلق الذهبي من ودنها. كمان عشان يتخلصوا منها، كان الساعه دخلت على الساعه 9 بالليل يوم الاثنين اول امبارح، وراح طبعا كان النور قاطع وكانت الدنيا ضلمة، وحطوها طبعا في شوالة بيضة كبيرة. وطبعا الشارع لما النور بيقطع الناس كلها بتخرج وتقعد في الشارع، ويمكن هنا كانوا خافوا لا يتحركوا بيها لمسافة كبيرة ويفتضح أمرهم، عشان كده رموها في نفس الشارع بتاعهم واللي هو يبقى الشارع الخلفي لأسرة الضحية، هم برضو جيران الضحية. طبعا لما رموا الجثه، طبعا الجثه كانت موجوده، وخدوا الهدوم بتاعتها ولفوها طبعا عليها، وجابوا زباله البيت والمخلفات والقمامه وحطوها في الجوال بتاعهم، عشان كده عدوا الجريمه. يمكن كمان راحوا في نفس اليوم لشارع الذهب وسط مدينه الاقصر المعروف بشارع الصاغه، ودخلوا محلات الذهب وعرضوا الذهب الحلق الذهبي على السايغ، واللي باعوه بمبلغ 2950 جنيه. وطبعا لما سألهم تاجر الذهب ان فين فاتورة الذهب دي عشان نتمكن، قالوا له ان فاتورة الذهب دي حلق لبنتهم الصغيرة، وادي بنتنا الصغيرة تقول لك ان ده الحلق بتاعها، ولكن الفاتورة ضاعت، وده حلق وده ذهب قديم وعليه طبعا تمت البيعة. واذا هنا طبعا يعني صاحب محل الصاغة مش مشترك في الجريمة، لانه ده شاري وبايع ما يعرفهمش، دخلوا عليه ومفيش اي نية، مفيش اي اهتزاز، مفيش اي ارتباك، وداخلين بكل هدوء وتمكنوا من تدبير طبعا فعلتهم. مباحث شرطة طيبة
طبعا وإدارة البحث الجنائي كانوا تمكنوا من إلقاء القبض على السيدة وابنتها الاثنين، وكان بحوزتهم المبلغ المالي واللي كان تبقى منه 2150 جنيه بعد ما صرفوا 800 جنيه، واللي قاموا بتنفيذ العملية في نفس يوم الجريمة اللي ارتكبوها وقتلوا الطفلة على طريقة ريا وسكينة. وكمان كاميرات المراقبة وثقت كافة الجريمة بتاعتهم وكافة التفاصيل ولحظات كمان بيع الحلق في الدخول والخروج من شارع الذهب والمحل الذهب ذاته. يمكن لما تم إلقاء القبض عليهم خلال الساعات الماضية من قبل ضباط مباحث شرطة طيبة أقصى شمال محافظة الأقصر، أقروا بارتكاب الواقعة وارتكبوا وبيّنوا النية لقتل الطفلة من عدة أيام بهدف أخذ طبعا حلقها الذهبي ورسم الخطة ووضع الخطة انها تروح البيت الصغيرة تجيبها من البيت عشان يشتروا حاجة من السوبر ماركت او حلويات وتدخل بيها على البيت وهم هيكونوا مستنيينها، وعلى طول اول ما دخلت سحبوها لجوه وضربوها وكتموا نفسها بقطعة قماش مبللة فوطة، وتوفت الطفلة الصغيرة جودي في الحال. هم يبقوا جيران الضحية في الشارع الخلف ليهم، ولكن تم افتضاح امرهم وان المقرر عرضهم على النيابة العامة مساء اليوم طبعا، واللي اكيد طبعا هتؤمر باستمرار حبسهم، طبعا حبسهم مع الاستمرار ومراعاة التجديد، وهتتابع طبعا استكمال التحريات وطبعا في الواقعة في كافة الملابسات، واكيد طبعا هيقوم المتهمين بتمثيل الجريمة في الواقعة في مسرح الجريمة داخل منزلهم، وده طبعا بمعرفة وحضور طبعا رجال النيابة العامة. كمان يمكن الطبيب الشرعي امس كان اصدر التصريح بدفن الطفلة، وكانت الاسرة دفنت الطفلة الى مثواها الاخير في مقابر العائلة بالزانية ابلي. يمكن كمان الوالد كان ابو الطفلة مصطفى عبد الرسول كان في حالة انهيار كبيرة جدا، وطبعا ده اللي دفعه انه ما كانش محضرش صلاة الجنازة وحتى على العزة ما خدش عزة من الناس، وكان متضايق وزعلان وحالة انهيار كاملة. يمكن كانت هذه هي التفاصيل. وكمان يمكن اليوم اللي اتقتلت فيه الطفلة جودي كان ابوها لسه راجع من الغردقة، وكان بعد عمل شغال في احدى المنتجعات طبعا السياحية في الغردقة، وكان غاب عن البيت لمدة 3 شهور وما كانش طبعا موجود في البيت. ده كان اول يوم يشوف فيه بنته، وطبعا خرج يشوف اقاربه وعيلته، ولما مراته قالت له بنتك طلعت والدنيا ضلمة والنور قاطع ما رجعتش، وتفاجأ على صويت الاهالي والصراخ بوجودها مقتولة في الشارع، واللي تبين وراء الحادث السيدة وبنتها الكبيرة الاثنين، سواء البنت السيدة دي مطلقة وبنتها الكبيرة مطلقة وبنتها الصغيرة 11 سنة اللي كانت أولى الأطراف في الجريمة اللي كانت على غرار ريا وسكينة. متابعي فيتو شكرا جزيلا على طيب المتابعة، رصدنا لكم تفاصيل الحادث من الأقصر، كان معكم عصام العماري.